فينا قبل كده فكر ان هو ممكن يكون زي الدومينو، بيأثر في شخص واحد بس الشخص ده بيأثر في غيره وغيره وغيره؟ فكرة انك تكون اول دومينو او التانية او الخمسة مش مهم، المهم ان حركة بسيطة منك ممكن يكون تأثيرها كبير قوي. مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج شخصية في صورة. دايما متعودين ان احنا بنشوف الفنانين او المشاهير على غلاف المجلات، دايما حواليهم برواز، بس في برنامجنا بنشيل البرواز ده وبنشوف الفنان ازاي بيتعامل في حياته العادية. الفنانة اللي معانا النهاردة تتميز بالجرأة بس في نفس الوقت رومانسية جدا. مفيش حد فينا عاش قصة حب ما سمعش الاغاني بتاعتها، شفناها ازاي بتتعامل مع الناس والزملاء الفنانين، ازاي بتغني وازاي بترتجل كلامها. سمعنا اغانيها وبقوة صوتها زي ما هزت كل الحفلات هزت كمان قلوبنا. عرفتوا مين ممكن تكون معانا النهاردة؟ رحبوا معايا بالفنانة أصالة. نفسه هو الشخص اللي هتشوفيه في النادي، هيبقى لابس قميص مشجر، سلسله ذهب رفيعه وطويله، عامل فورمه عزه تبعوف. ده اول ما هتيجي تتكلمي معاه تقولي له ها يا عمو مش عارفه ايه، يقول لك بنت عمو ايه، قولي لي يا رؤى انا مش فاهمه في ايه. وده المكان سامح له ان هو يفلرت براحته، اصل انت مش رايحه في مود ان انت تتخانقي، وانت رايحه تتبسطي. عمو انت شعرك اسود؟ بس شعر صدرك لسه ابيض، ها مقفوش قوي. في المواصلات بقى نفس الشخص هتشوفيه بس مختلف شويه، هتلاقيه لابس بدله صيفي، معاه شنط كتير، بيصر ان هو يقوم لاي حد ويقعده، عينيه كده مرغرغه بالدموع، كل الجرافيكس اللي هو عاملها دي تنويم مغناطيسي بينيم بيها الركاب ويكسب تعاطفك، فانت تطمني. فيعمل ايه؟ يغفلك ويشتغل بقى. وده كلب لو فكرتي انك تزعقي فيه هيعيط حالا وهتتمسخري من اي حلوف في الاتوبيس. في مثل هذا التوقيت من كل سنه بيجي الشباب من كل بقاع الارض عشان يعملوا ايه؟ يشقطوا البنات في الساحل. انا هنا بكلم البنات ضيقات الافق، البائسات، الاولد فاشن، اللي رايحه تتصور صورتين تنزلهم على انستجرام وهي في البحر، اللي هتشتري حاجات من سوبر ماركت زهران مش اكتر. وبسم الله ما شاء الله عندنا الشباب كرييتيف بشكل، كل سنه بيفاجئونا باساليب شقط مختلفه عن التانية، بس في شويه حاجات كده ثابته معانا، ودي بقى حابه احط هايلايت كده. عندنا النوع عمرو ماجايفر، ده النوع اللي بيقعد يطردك بالعربيه وهو سايق ودايما بيكون معاه شباب بيضحك، انا مش عارفه ليه. ده بقى بيكون اخره معاكي لحد الماستر، ده غير بقى ان هو لو نزل يكلمك هتلاقي حركه راسه محتفظه بحركه الميوزك اللي كانت شغاله في العربيه. ده غير بقى اللي بيسوق العربيه وهو عريان، يعني هو بيكون لابس عادي بس اول ما يدخل العربيه ويروح قالع التيشيرت. كل واحده مننا عندها ايمن في حياتها، هير اون ايمن، شاب لطيف واقف جنبك طول الوقت، برميل اهتمام، تباع مأجور علشانك، خدوم لأبعد مدى، يتمنى لك الرضا ترضي والله، بس احنا بقى بنسيبه مركون زيه زي اي سلك مواعين متهالك في الحوض. اصل الستايل، اصل الكيمياء، اصل حاسه اخويا، اصل انا عايزه حد اتجنن معاه. طب ومين يتجنن مع ايه؟ الولاد ما بتعملش كده، محدش فيهم بيحب يقطع برزقه. هو لو مش عايز يدخل في جو علاقه واضحه هو لا هيقفل ولا هيفتح، هو هيوارب كده، عمره ما هيجي يقول لك احنا اصحابه، بس هيخليكي على عماكي، هيبقى دورك زي دور سعيد صالح في كل افلام عادل امام. وهندخل في مرحله ان شاء الله، لما اتخرج ان شاء الله، لما الاقي شغل ان شاء الله، لما اخلص الجيش ان شاء الله، لما الزمالك ياخد الدوري وابويا يموت وورث ان شاء الله. انت كانسان ليك الحق انك تحاول، جرب وحاول، هتفشل مره بس هتنجح تاني مره، وكل لما تحاول وتقرب من هدفك هدفك بيكبر. انت لو بتعدي على شركه وعايز تشتغل فيها، لو دخلت الشركه دي موظف صغير يبقى حلمك ان انت تبقى رئيس الشركه، حلمك تبقى صاحب الشركه، حلمك بيكبر كل ما بتقرب ليه. حدد هدفك، شوف الحاجه اللي انت بتعملها من غير ما تبقى زهقان منها، الحاجه اللي ممكن تديها حتى لو هي ما ادتكش حاجه بس انت هتبقى مبسوط فيها، حددها. شوف كل الطرق اللي هتؤدي اليها، اختار انسب طريق ليك. هتتعرض لصعوبات، هتتعرض لناس بتحاول تحبطك، ما يهمكش من كل الناس دي، ركز في هدفك وما تخليش حاجه توقفك. شكرا.